السلام عليكم البنات. اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد الكيكه كتجي زوينه بزاف، كيكه بالتفاح. التفاح اللي كيكون محكوك عندنا غليظ، تنحكوه في الحكاكه وتيجينا غليظ. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم البنات دون نجم، شاركوا معنا في القناه ديالنا باش يوصلكم كل ما هو جديد. واللي باقي ما شاركش معنا وباقي ما شافش القناه ديالنا يدخل يشوف القناه ديالنا. نبداو على بركه الله، غنقدم لكم المقادير. المقادير البنات هما هادو: عندنا 5 البيضات، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندنا كاس ديال دانون طبيعي ديال الفاني، وعندنا شويه الملحه، عندنا قشور ليمونه كامله، عندنا جوج خمارات البيكين باودر، وعندنا الفورس دائما كيبقى حسب نوعيه الفورس اللي عندك. انا غادي نعبر بالكاس وغنقول لكم شحال شدت معايا هاد الكيكه. وعندنا 3 ديال التفاحات، التفاحات اليوم بطبيعه الحال كيكونوا مغسولين ومنقين وتنحكوهم في الحكاكه الغليظه. غادي نبداو على بركه الله نقدم لكم الطريقه. كناخذوا البنات اناء وتنوضعوا فيه البيض، البيض اللي غنطربوا بالطراب الكهربائي. بسم الله. ناخذوا شويه ديال الملحه شكل، كنحاولوا ناخذوا سنيده هي، وتنطربوا حتى كيولي عندنا الخليط بيض. البنات من بعد ما ولا عندنا الخليط بيض غادي نضيفوا ليه نص كاس ديال الزيت، وانت كطربي غادي نضيفوا ليه كاس ديال دانون وانت كطربي حتى هي. بعد البنات غادي نحاولوا اننا ناخذوا طراب اليدوي، غادي نضيفوا ليه الفورس وغادي نضيفوا الخمارات. هذاك شوط الليمون كلها لصقات لينا هنايا، غادي نزولوها. غادي نزولوا هاد الطراب ديال البيض وغادي نضيفوا الفورس اللي يكون مغربل والخمارج، وغنرجع لكم. دابا البنات درت جوج الكيسان ديال العنبه ونص، غنشوف واش الا كفاوني جوج الكؤوس صافي بلا ما نزيد داك النص، والا ما كفانيش غنزيد داك النص. اذا هنا انا ضفت جوج الكؤوس ديال العنبه فورس، ودائما كيبقى حسب نوعيه الفورس. غادي نضيف الخمارات، عندنا جوج ديال الخمارات، ده انا محتاجه نزيد داك نص كاس اللي بقى ليا، يعني عندنا جوج ديال الكؤوس ونص الفورس هما اللي خدات معايا هاد الكيك. كتجي على هاد الشكل هذا.
غادي ناخذ المول ديالنا وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك وغادي نرجع معاكم. تناخذوا المول ديالنا وتنوضعوه، كنوضع عليه سلفيريزي بالشكل هذا. اللي ما عندها السلفيريزي وبغى دير غير تدهن بالزبده ماشي مشكل. كناخذوا واحد المعلقه وكنقادوا لها الوجه ديالو وغنرجع معاكم. من بعد البنات حكينا التفاح على هذا الشكل هذا، كنشدوه وتنوضعوه فوق الكيك، كنوزعوه بشكل متساوي. انا البنات تتعجبني القرفه بزاف، غادي نوضع من فوق منه شي شويه ديال القرفه اختياريه، واللي ما بغاهاش ما يديرهاش بالشكل هذا. ملي بعدنا نخرجوها من الفرن غادي تسقى بالسيرو بهذا الشكل. القرفه دائما اختياريه، ما ذكرتهاش لكم في المقادير، يعني كتبقى اختياريه. انا غادي ندخلو الفران حتى طيب لينا الكيك وغادي نرجع معاكم. الفران البنات ما يكونش مجهد بزاف، يكون على المهل، ودائما كنقول لكم حسب الفران ديالكم كتحسبوا. ودائما الكيك راه ملي كتعطي الريحه ديال الكيك راه كتكون بدات كطيب لينا الكيكه وكتبدا تنفخ، وكنقول دائما الفورس. كيف قلت لكم البنات الفران والفورس يبقى حسب نوعيه الفورس وحسب الغاز او الضوء. ها هي البنات دخلناها الفران دابا غادي يطيب لينا، من بعد غادي نرجع معكم. البنات غادي ناخذ السيرو ديالنا اللي عندنا فيه ثلاثه المعالق ديال سنيده وكاس ديال الماء وحامضه معصره بهذا الشكل هذا، وعندنا فلو، وعندنا اللوز اللي غادي نحمره ونهرمشوه، وعندنا ناباج باش غادي ندهنوا الكيك ديالنا. هاد السيرو هذا غادي نخدموه وغادي نسقوا به الكيك من بعد ما تبرد لينا. انا غادي نرجع معاكم. غادي ناخذوا كسرونه وغادي نوضع فيها الحامض ديالنا وغادي نوضع فيها الماء وغادي نوضع سنيده وغادي نوضع هذاك الفلو اللي عندنا وغادي نحركو مزيان يتحرك لينا مزيان، وغادي نوضعو فوق النار حتى يوصل درجة الغليان وعاد غادي نحيدو. هيا البنات الكيك ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران وبردت لينا، ها هو السيرو ديالنا من بعد ما وجدناه، غادي نسقيو بها. هذا الشكل هذا هيا سقيناها مزيان. غادي نزولوها من هاد المول هذا وغادي نديروها في واحد المول اخر، وغادي نهرمش هاد اللوز اللي انا حمرته وغادي نرجع معاكم. غادي ناخذ واحد لاطه اخرى وغادي ناخذ فيها هاد الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا من بعد ما سقيناه بهذا الشكل هذا. كتجيب هاد السمك هذا، من بعد انا غادي ندهنها بالناباج اللي سبق لي وسخنته وغادي ندردرو عليها هاد اللوز اللي حنا هرمشناه وغنرجع معاكم. باللوز اللي هو عندنا صدقوني البنات راه كتجي غزاله. هاد الشكل هذا راه كتجي غزاله بزاف بزاف بزاف. كنتمنى من الله انكم تجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو، وبالصحه والراحه.
غادي نقطع لكم واحد مورسو باش تشوفوه، راه كيجي زوين بزاف. كما البنات كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي غزاله بزاف في المذاق وحتى في المنظر ديالها. الا عجبكم الفيديو البنات ديرو لنا جيم، شاركوا معنا في القناه ديالنا باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالصحه وراحه، بالسلام عليكم.